على الداعي الذي يريد أن يستجاب دعاءه أولا أن يكون موحد لله، فإذا دعوتم هناك على عدوكم فحينئذ انصحوا جيرانكم، إذا شفتوا أحد يروح للضريح أو معلق تميمة أو شيء انصحوهم بالتوحيد، جيرانكم اللي معلق تميمة واللي علق ابدأوا بالتوحيد، حتى القنابل من هنا ادعوا للتوحيد، كل مجاهد بالتوحيد بالدعوة للتوحيد كما فعل النبي، ليس وقت قتال يعني، دعوهم للتوحيد فالله ينصركم ويحفظكم إذا دعوتم للتوحيد كنتم على منهج الأنبياء. فحرزوا الناس عن الشرك وانشروا درس التوحيد ودروس التوحيد للمشايخ، مثل شرح الشيخ الفوزان لكتاب التوحيد والشروحات لكتاب التوحيد المعروفة، وانقلوا بينهم هذه الشروحات وثلاث أصول، وحفظوا العامة هناك قواعد الأربع، اشتغلوا بالتوحيد، لأن الله قال لا تزال من أمة ظاهرين على الحق، متى؟ لا يضر من خذله، إذا عملوا بالحديث عملوا بالتوحيد نشروا التوحيد أول شيء فعلوه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، نشروا التوحيد وعملوا به، مش وعدهم وآمنوا بالنبي والسنة، لا يستخلفنهم في الأرض، يستخلفكم كما استخلف النبي فنصروا في مكة، فالآن نفعل مثل النبي حتى الله ينصره. ادعو للتوحيد وانكر الشرك، إذا شفت جارك يروح لضريح ويقول يا فلان اشفع لنا عند الله اليهود فعلوا ابنه، لا قل لا ادعو الله وحده، لا ادعو مع الله احد.